أهلا وسهلا بكم في قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما جيتكمش بفلوغ، وإنما جيتكم بواحد الفكرة جديدة وشاركت معكم شنو درت من نشاطات في الدار. هنايا كان عندي واحد الماريو، أو لا ماشي ماريو، واحد الخزنة ديال المرايا اللي كانت مقشرة. المجر ديالها التحتاني كان مقشر ومقشرة، كاينة فيها واحد الضريبات، فلذلك حاولت أنني ندير لها ستيل جديد وطريقة جديدة في التغلاف ديال دوك المجورة. ما غنصبغهاش وإنما غادي نغلفهم. فهذاك الغلاف شريت واحد الرولو من أكشن، لقيته بواحد الثمن اللي رخيص بزاف، وقلت ما فيها باس أنني نجرب هذه الطريقة. كنتمنى أنكم تبقوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا التفاصيل ديال الطريقة ديال التغيير ديال الخزنة ديالي. أتمنى تستمتعوا معايا في الفيديو، خليكم معايا حتى الأخير. هنايا كما كتشوفوا يعني المجر التحتاني راه مقشر، فغادي نحاول ما امكن انني نحيد كاع داك، حيدتهم اصلا من قبل، حيدت ديك يعني تقشرتهم اكثر غير داك المجر وصافي، والباقي خليته هكاك مغلف. فهي واحد النوع ديال واحد بحال الصباغه ولا كذا كيغلفوا بها الشركات. هي ديجا انايا كنت خدمت هادشي البارح كما راكم كتشوف في لا فيديو. فغادي ندوز للمجوره اللي بقاو الثالثين. هنايا شنو غادي نحاول ندير، نحيدهم كاملين باش تشوفوا كيفاش كانوا في الاول، وغادي نحيد لهم بالتورنوفيس، غادي نحيد لهم هذاك الفيسات نحلهم. وكما كتشوفوا ها هو الرولو اللي شريت من اكشن، فهو يعني ماشي شي كاليتي مزيان يعني مقارنه مع شي يعني شي شركه اللي غتكون غاليه، وانما المهم شي حاجه اللي كتغير يعني المنظر ديال الخزنه اللي كتكون عندكم. هنا غادي نحاول نخوي بعدا الاول هذوك المجوره ونحيد المجوره، ونحيد لهم كما قلت لكم دوك بالفيس يعني الفيسات كاملين غادي نحلهم، نحيد لهم دوك ليديدات، وعاد ديك الساعه غادي نمسح لهم الوجه باي محلول، سواء الخل سواء غير باش يعني كتحيدوا الطبايع وصافي، ودوك اللمسات ديال اليدين باش كتولي تكون نقيه، يعني الخشب اللي غادي تخدموا يكون نقي يعني ما يكونش فيه شي دسم ولا شي حاجه. هنا انا غادي نمسحو بالماء ديال الزاج واحد المنديل اللي كيكون ناشف مزيان كنشفو مزيان، وعاد ديك الساعه كنبدا كنغلف. هانتوما غادي نخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التغليف. هنايا كما كتشوفوا انا حاولت نقص هذاك يعني على حسب العبار، يعني عبرت بعدا الاول يعني المجار يعني الواجهه اللي غادي نلصق فيها، وحاولت نجلس فوق البجر هكا باش نقدر نتحكم في هذاك الورق اللي غادي يلصق. وانتم كما كتشوفوا يعني لصقت واحد الجهه وكنجر غير بشويه داك الكاغيط او داك الورق اللي من التحت اللي لاصق يعني الجهه اللاصقه،
وكنحاول نمسح يعني باش ما كتبقى حتى شي فقاعه، وحتى الا بانت لكم شي فقاعه ما بغاتش تحيد كتحاولوا تزيدوا تحيدوها عاوتاني، كتقلعوا داك اللصاق وكتعاودوا تلصقوها من جديد، وانتم كتدفعوا داك الهواء باش يخرج. كما كتشوفوا انتم عندي داك الغطاء ديال واحد الكرتونه ديال الحذاء اللي كندفع بها، تقدروا ديروا في الاخر من بعد غادي نفينيها بواحد المنديل، غادي نبقى بحال غادي نضغط على ديك الواجهه ديال الغلاف باش هكا ما تبقى لينا حتى شي فقاعه. وفعلا صراحه جات غزاله بزاف. وبالنسبه لدوك الاطراف اللي كيكونوا شايطين عندكم كتقطعوهم داك الكوتور اللي كيكون ماضي، واحد السكين اللي كيكون ماضي خاص بهذا الشيء ديال هاد المسائل هذه ديال البريكولاج. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخزنه ديالنا اللي غلفت انا وياكم. كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم الجميله اللي كتفرحني دائما وابدا، والضغط على زر اعجاب والاشتراك في قناتي، وشكرا فضلا وليس امرا. كنتمنى لكم امسيه سعيده، شكرا، بسلام عليكم.